موضوع الدهانات من أكتر المواضيع اللي بتشغل يعني البنات والستات والرجالة كمان، خصوصا لو مقبلة بقى على فرش شقة العرس ومحتارة أدهن الصالون إيه، ولا الأنتريه بيدهن إيه، ولا أوضة الأطفال بتدهن إيه، تبقى يعني بهدلة جامدة بقى، ويفضلوا يفكروا فترة طويلة جدا. خلينا نشوف الأول الدهانات الحوائط أنواعها إيه، ما بين البلاستيك وما بين الدهانات العادية، فخلينا نشوف بقى إيه الأنواع دي. تمام. اول شيء طبعا احنا لننقي الدهان بدنا نكون عندنا تصور كامل عن الفرش اللي بدنا نحطه والالوان اللي بدنا نستعملها وحتى الستايل اللي بدنا نستعمله بقلب الشقه او بقلب الغرفه نفسها. فالدهان هو شيء كتير اساسي، حتى لو كان ما عندي مثلا، يعني انت حتقولي لي انه يمكن ما يكون عندي نقشه معينه، يمكن يكون شيء ساده، بس حتى لو هيك انا لازم اعرف الستايل اللي بدي استعمله بالعفش والالوان حتى اقدر اقرر شو بدي احط على الحيط، لانه الحيط هو حيعكس كل شيء بالغرفه. يعني انا قد ما حطيت عفش ثقيل ومرتب، اذا الحيط ما كان شيء معمول بلون معين ما حيعكس لي هذا الشيء اللي انا حطيته بالضبط. فالخطوه الاولى انه انا بدي نقي الستايل العفش اللي بدي احطه والالوان، بعدين بقرر شو بدي احط بالحيطان. حتى انا لما بدي اروح اختار، يعني اذا احنا بنقي العفش الاول بعد كده ننقي الدهان، ولا احنا اذا انا بدي اعمل لو بدهن الاول وبعد كده اختار العفش على الدهان، ايه الاول؟ انا بدي نقي العفش، لانه انا بدي يعني حاطه يمكن ببالي ستايل معين بدي امشي عليه، مش اخلي الالوان الحيطان هي اللي تحكمني. لا طبعا الا اذا انا ما بدي اعمل شيء بالحيطان، بدي اعمل شيء ساده، اوكي فيني اعمل، اقول بدي احط لون فاتح معين، خلص بعمل الحيط ساده بيليق على كل حاجه بالضبط. بس اذا انا مقرره انه انا لا بدي اعمل شيء بالحيط، بدي اعمل ديكور، بدي اعمل نوع دهان معين، لا يفضل اني لاقي العفش، يعني قرر شو بدي اعمل الوان العفش بعدين اختار لون الحيطان. هلا شو الماتيريال اللي بدي استعملها حسب انا شو بدي. يعني انا لما بروح عند المحل الدهان، او هو نفسه محل الدهان حيعطيني خيارات الوول بيبر اللي هي ورق الجدران، حيعطيني خيارات الخشب، اي شيء. بس كثير مهم اعرف مثل ما قلنا انا شو بدي، بالاضافه اني اعرف انا شو عندي. يعني انا اذا عندي شقه فيها نش، فيها ممكن معرضه لانه يصير فيها رطوبه لاحقا، او هيدا الحيط تحديدا اني انا بدي ادهنه معرض انه يصير عليه رطوبه او شيء من هيدا النوع، لازم اعرف شو اختار، لانه في مواد اول شيء بدي اعالجه، ثاني شيء في مواد اصلا معموله انه بحال هو بعد المعالجه رجع تعرض لهيدا الموضوع، في عندي مواد خاصه بستعملها عليه بتعطيني شكل حلو، بنفس الوقت هي بتكون عم تحميني من الرطوبه او عم تخليني ما اشوفها يعني. او طب في انواع معينه انت بتفضليها كمهندسه ديكور وعارفه ان الانواع دي يعني هتستحمل هتصبر كتير، سواء كانت مع الرطوبه او مع حتى شخبطه الولاد على الحيطه، وممكن تتغسل بالليفه والصابونه عادي مش هيحصل لها اي مشاكل؟ هو دايما الدهان اللي بيستعمل للاطفال تحديدا واللي بيكون بيتمسح وبيتنظف، هو بيكون داخل له ماده الكاوتشوك. ماده الكاوتشوك هي شيء نوع من المطاط. هيدي الماده لما بتنخلط مع البويا مع الدهان، لما بحطها على الحيط بتعطيني مثل طبقه الجلو او طبقه الكاوتشوك اللي هي يعني طبقه زي تعمل عازل شويه بالضبط، فبتخليني انا قادره اني امسحه او استعمل عليه المي، وبنفس الوقت بتحميه من المي. يعني اذا اجى عليه مي، يعني في نوع من الدهان احيانا بنشوف الحيطان اذا رشيت مي عليها، اذا كنت عم نظف الارض واجى عليها مي بتطول لحتى تروح شكل المي بالضبط. فهيدا النوع بيكون ابدا ما داخل له عازل او ما داخل له كاوتشوك، عرفتي؟ فهيدا النوع بيمتص المي وبتضل. ممكن تروح بعد وقت بس مش دغري بتنشف يعني. فيفضل لما يكون في اولاد، لما يكون في مي بالمطبخ مثلا بالحمامات، نستعمل نوع دهان يكون داخل له الكاوتشوك. بيرجع في عنا هلا حاليا صار عنا كثير انواع من الدهان غير المواد، يعني نوع استعمال الدهان عم بينخلط مع معجونه، عم بينخلط مع البودره اللي بتستعمل مثل الباتون حتى تعطيني التكستشر الخشن. يعني دلوقتي ما عادش الماده نفسها بتدهن على الحيطه لوحدها، لازم يكون عليها اضافات. اذا بدنا نعمل فيها ديكور ايه بده ينحط فيها مواد، واذا بدي اياها تعزل، اذا بدي اياها يكون لها خصائص معينه بدي اضيف لها مواد ثانيه، اما اذا بس بدي اياها لتعطيني لون فانا بيكفيني اني استعملها مثل ما هي. تمام. فهلا حاليا في عندنا البويا اللي هي بالكاوتشوك مثل ما قلنا داخلها ماده الكاوتشوك، هيدي بتستعمل للمدارس لغرف الاطفال في ناس بتستعملها، بس هي شوي بتكون فيها لمعه يعني ما بتكون مات، ففي ناس بتبعد عنها لانه تعطي لمعة قوية فما بتحب تعملها، ولكن بالمدارس بنشوفها كتير تستعمل خاصة على المستوى المنخفض، يعني بنلاقي الحيط مقسوم قسمين من فوق ناشف ومن تحت شوي فيه لمعة لأنه بيكون داخله كاوتشوك مشان لما بيتوسخ يقدروا يمسحوا. تمام جدا. فهيدي أول نقطة.
غير هيك ندخل بقى بالديكور تبع الدهان، يعني انا الشكل كيف بدي اياه، التكستشر كيف بدي اياها، في كثير انواع صار، حتى في في انواع للبويات ممكن يتعامل فيها ديكور عادي يتم عليها اضافات، وفي انواع تانية تقولي الماده دي ما ينفعش اعمل لها اضافه لان لو ضفت لها الكفاءه بتاعتها ممكن تقل، ممكن تقشر بعد كده. فكلمينا عن المواد اللي ممكن يتعامل بيها ديكور على الحيطه، والمواد لا اللي ممكن كفاءتها تقل. هو بعدها كل انواع الدهان انا فيني ادخل لها مواد تانية، لانه انا بدخل على المادة الخام تبعيتها، مش على الدهان، يعني هو سائل، فهي لما بيتم خلط المواد مع بعضها بيتم خلطها قبل، فهي ما بتأثر على خواصها، يعني بتضل هي محافظة على الخواص تبعولها. ولكن بطريقة تشكيلها لما أنا بحطها على الحيط، في يعني أنا إذا بديها سميكة لأعملها بشكل معجونة، فنحن بنشوف أحيانا حيطان بتكون هي مدهونة بويا يعني دهان، ولكن بتبين علي كأنها مش دهان، كأنها مثلا ورق جدران أو كأنها، فهي لا بالضبط، فهي بتكون خلطينة مع مثلا بودرة حتى تعطيها شوي هيدا التكستشر السميك، حتى أقدر أنا شكلها مثل ما بدي على الحيط. تمام.